نناقش الموضوع كان في قلب العديد من الندوات والورشات سواء على المستوى الوطني أو العالمي. السكن والبيئة، كيف الحفاظ على المحيط والطبيعة سواء أثناء الأشغال والأعمال أو أثناء السكن والاستغلال. للحوار نستضيف السيد فاروق مكاح، مرقي عقاري من ولاية تيزي وزو وصاحب ترقية عقارية نموذجية. قطاع السكن هو أحد القطاعات الذي له تأثير قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي حسب إرادات وعملية استغلاله في الواقع المعاش. ميلاد فكرة الحي الإيكولوجي الأول، الحي الإيكولوجي الكامل الأول في الجزائر، جاءت من تحدي أولا كمهندسين ومهندسين معماريين. هناك إمكانيات في الوقت الحاضر التي تسمح لنا أن نرفع من هذا المستوى، لأن هناك من لا يصدق أن في الجزائر يمكن أن يخرج يوما ما حي إيكولوجي. كل ما يتعلق بالعقار في الجزائر وإرشادات قانونية في هذا المجال، عقاركم تتابعونها في الأوقات التالية.